بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية عن العرش البريطاني، اتجهت أنظار المحللين نحو دول الكومنولث 56 التي كانت في السابق مستعمرات بريطانية وترأستها بعد ذلك الملكة الراحلة في عهد كان الأطول في تاريخ المملكة المتحدة. فالآن أعلنت بعض من بلدان رابطة الكومنولث نيتها الاستقلال عن المملكة المتحدة وعزل الملك الجديد تشارلز الثالث من رأس الدولة، فهل تتغير خارطة دول الكومنولث في المستقبل القريب؟ عندما يرأس ملك بريطانيا دولة من دول الكومنولث فهو منصب رمزي، أي أن دوره لا يتعارض مع دور رئيس الدولة الفعلي، فمنظمة الكومنولث تختص ببحث أشكال التعاون بين الدول التابعة لها دون التدخل في السلطات والسياسات الداخلية، وتتمحور أوجه التعاون حول اتفاقيات تجارية وامتيازات متبادلة بين الدول الأعضاء. أنتيغوا وبربودا الكاريبية هي أولى دول الرابطة التي أعلن رئيس وزرائها بعد وفاة الملكة إليزابيث بأيام معدودة أنه سيدعو إلى إجراء استفتاء على أن تصبح الدولة جمهورية مستقلة في غضون 3 سنوات، في حين يعتبر الخبراء قرار رئيس الوزراء غاستون براون خطوة كبيرة في سياسة أنتيغوا وبربودا، إلا أن أي تغيير في اتجاه جديد يتطلب أغلبية 2/3 في الاستفتاء بحسب القانون. وفي مارس الماضي أعلن رئيس وزراء جامايكا أندرو هولينز نية بلاده الاستقلال، حدث ذلك خلال زيارة الأمير ويليام حينها وزوجته كيت للدولة. بالإضافة إلى جامايكا، زار الأمير ويليام دولة بيليز وقوبلت زيارته أيضا بتظاهرات، حيث طالب المتظاهرون باعتذار ملكي رسمي عن الدور الذي لعبته العائلة في استعباد الأفارقة وطالبوا بتعويضات. وبعدها ب3 أشهر عبر الأمير تشارلز حينها عن أسفه بسبب العبودية في خطاب لزعماء دول مجموعة الكومنولث في رواندا، وأقر بأن الرابطة تضرب بجذورها في حقبة مؤلمة من التاريخ في إشارة إلى العبودية والاستعمار. بالعودة إلى رغبات الاستقلال، في نوفمبر العام الماضي أصبحت باربيدوس رسميا جمهورية مستقلة عن المملكة المتحدة، منهية الخضوع للتاج البريطاني بشكل تام. ولم تكن باربيدوس أول مستعمرة بريطانية سابقة في منطقة البحر الكاريبي تصبح جمهورية، فقد اتخذت غيانا هذه الخطوة في عام 1970، وبعدها ترينيداد وتوباغو عام 1976، ودومينيكا عام 1978. وعندما استقلت هذه البلدان كان عليها تطوير جيش ودستور وشعارات جديدة، بالإضافة إلى تعيين سفراء يمثلون هذه الدول في الخارج. إن كنت تتساءل عن دور الملكة إليزابيث الراحلة في الكومنولث، فقد أولت الكثير من الاهتمام للرابطة بحسب السكرتير العام السابق للكومنولث سوني رامفال، وقد كانت محبوبة من قبل الكثيرين. مديرة معهد دراسات الكومنولث في جامعة لندن سو أونسلو تحدثت أيضا عن دور الملكة المحوري في المنظمة، وقالت إنها كرست حياتها لدعم وتعزيز أهدافها. برأيك، هل تتأثر رابطة الكومنولث في عهد الملك تشارلز الثالث؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.